رؤي. الدكتورة مروى إكسوي، يرجى التوجه إلى قسم الأمراض الداخلية. دكتورة مروى إكسوي، يرجى التوجه إلى قسم الأمراض الداخلية. ماجد، ممكن تقعد شوي لو سمحت؟ كيفك؟ كيف وضعه؟ ما منعرف ولا خبرونا. طمن، نحن رح نضل جنبك وما رح نتركك ابدا بهالازمه هي، وابوك رح يتحسن ان شاء الله. روق شوي، لا تقلق عليه وما تساوي بحالك هيك ارجوك. حكي مزبوط، لا تقلق. سهل الحكي جواد، اللي نايم جوا هذا بابا. امي شوفي، انا ما بدي اخسره لبابا. وليه انت عم تقول هيك؟ خليك متفائل، احكي معه، قولي له عمو ما في شيء، قولي له بيرجع مثل الاول واحسن كمان. احكي. ايه ماجد، اطمن، ابوك قوي رح يقاوم، بيقوم منا اكيد. لا تخاف عليه حبيبي. وانت كنتي بتعرفي بهالحكي نوران؟ بصراحة فايز، أنا سمعتهم عم بيحكوا قدامي مرة، هالشي بالصدفة. ما حكت لي هي بنوب. بابا نحن منحب بعض ورح نتزوج، علاقتنا ما لها علاقة عابرة. قلت لك ماجد ناوي يخطبني منك. واتفقتوا على كل شيء؟ وأنا آخر من يعلم هون. احكي، يلا قولي إمتى هالشب عرض عليك الزواج؟ ها؟ ما في شي تحكي. وإمتى عم تلتقي أنت وياه بالله؟ من إمتى عم تطلعي معه؟ كذبتي علي بحجة درس الرسم، وأنت عم تروحي تقابليه. بابا القصة مو مثل ما لك مفكر. أنا كنت كل يوم عم روح على درس الرسم. أوقات بشوفه بالمرسم وعم قابله هنيك، أنا ما رح أنكر هالشي. بس أنا ما صار وروحت علي ولا درس بنوب. صوتك اخفي حسه. اسمعني بابا، أنا ما خبيت عنك ولا شي. من اليوم ورايح ما رح تروحي لأي مكان وما رح تتصرفي من راسك، مفهوم؟ وإذا تحركتي بيصير عندي علم. بس أنا ما عدت صغيرة بابا. وما عاد في روحة على المرسم نوران، وانتي اوعك ما تنفذي امري. لا تحكي هيك. وهلا اطلعي على اوضتك. بس ما بيجوز تعاملني هيك بابا. قبل ما تحاسبيني حاسبي حالك على اللي عملتيه بالأول، ساعتها بتلاقي لي عذر.
ماما نور خلي أبوك يرتاح شوي، لسه لزقانة فيه من الصبح. تركيني ماما اشتقت له شبك. ولا يهمك، وهي رجعت على البيت. ايه بنتي، بابا رجع على البيت وما رح يتركنا، ولوقت نشوف حل مشاكلنا نحنا ما رح نخليه يتحرك لحاله، مو هيك حبيبي سليم؟ رجع أبوكي مثل ما كان بالأول يا حياتي. يا ترى هلأ شو وضعه عمو كريم؟ بتصدقي ما أهورة كتير على ماجد وأريج، الله يعينهم. نيفين ما بتتركه لماجد، شو ما صار رح تضل تواسي. كريم أرجي أغلو طلع واحد حرامي، هو وكل اللي معه لازم يتعاقبوا، كل حدا بالشركة له إيد بهالشغلة رح يتعاقب. فايزة، كريم بين الموت والحياة، لا يطيب بعدين منحكي. لا تكون شفقان عليه. لك أنت شو طينتك؟ طول الوقت هالرجال عم يخونك وأنت لسه عم تراعي وضعه؟ رجعنا؟ طمني دكتور. شلونه كريم؟ ما تخاف هو منيح، ورح نطالعه على الغرفة هلا. نشكر الله. بس بخاف ينتكس بصراحة. شو بتقصد؟ اللي بدي تعرفوه لسه في خطورة عليه، وبهالفترة لازم يرتاح راحة تامة وما لازم ينفعل بنوب. طيب فينا نشوفه؟ رح نطالعه على غرفته، ساعتها فيكم تشوفوا وما تتأخروا. يعطيك العافية دكتور، يسلموا. إن شاء الله معافى. شكرا. الحمد لله على سلامته خالي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامته. ماجد أبوك شلون صار؟ رح يطالعوه من العناية المشددة، رح ينقلوه على أوضته، ما بعرف عم يقولوا ما عاد في خطر. فرحت له كتير. وكمان أنا هلأ ارتاح قلبي شوي. رح تتحسن صحته، دعي له الله يشفي. ناريمان صوتك مو عاجبني، متضايقة كأنه؟ منوب، بس القصة إني زعلت على أبوك شوي، هذا هو الموضوع. ناريمان حبيبتي شكراً لأنك اتصلتي، بس أنا لازم روح شوفه. ماجد يا عيني، ارجع دقلي وطمني ممكن؟ ماشي حبيبتي، ما تاكلي هم، بشوفك. ناريمان بابا، مع مين كنتي عم تحكي على التليفون؟ مع ماجد بابا. سكري هلأ فورا. سكرته خلص. أنا بقصد تطفيه. أصلا ما عاد في لزوم للتليفون، إذا بدك تتصلي بحدا قدامي اتصلي. كيفكن حبيباتي؟ الله يقويكن. كيفكن حبيباتي؟ الله يقويكن. 10 ساعات لتشرفي؟ كنت عند ناريمان بالبيت، وأول ما قلت لي تعي اجيت فورا. شبك ليش عم تبربر؟ ليك عاصي، موافق تشغلوها معكن وبلا مصاري، بس خلصني من لسانها الطويل هاد. نتفق نحن وياها، اطمن. ما هيك رؤية؟ فخرية؟ أنا خبرته لجهاد، بدنا إياكي تشتغلي معنا هون، نحن بحاجتك. بدنا حدا يدير المعهد ويسجل الطلاب ويرد على التليفونات. ما بعرف شو بدي اقول، انتو فاجأتوني. انت عم تطلب مني اشتغل معكم؟ فخرية ايه، عم بعرض عليك الشغل معنا هون. ايه وانا قبلته، معناتها اتفقنا. اتفقنا. وإذا ما فرحت بهالشغلة شو رح يصير؟ يعني بتقلعوني؟ اسمع بقى على هالحكي، رح يطلع بإيدك لا تخافي، أصلا ما رح يكون في عنا شغل كتير، وأنا رح ساعدك. آسف رؤية، بعتذر، كأنه المكان إلي لحالي،
كان لازم أخذ رأيك بكل شيء، هيك المفروض أعمل. مو مشكلة، أي شيء أنت بتقترحه أنا موافقة عليه، ما عندي أي اعتراض بنوب على قراراتك. بعينتك وافقتي، والله أنت ما في منك. تعرف عاصي هالبنت بتمشي وراها لآخر الكون وأنت مغمض. بدي أعمل شغلة جوا، فايتة سوية. روحي. شو أعمل؟ ساوي هي معكم؟ لا لا تساويها، خديها على البيت. يلا ساويها، بلشي شغل من هلا. ليش تأخرتي؟ وين كنتي؟ بيت أهلي، شفت أمي وأختي شوي وبس. كمال! نعم أمي. إجيتي أخيراً؟ إيه إجيت. زهرة كيفها؟ بعدها عم تمشي على رجليها لهلأ مو؟ أخوكي لشو إجا؟ شو بده؟ ولا شي، بده يطمن علي وبس. ما قلتي له جوزي وحماتي مريحيني؟ استني لحظة، اسمعيني، الدكتورة قالت ما تخلوها تنفعل، قولي لأخوكي لا يجي لهون، عم تفهمي؟ وبعدين ما بدي ياكي كل شوي رايحة جاية عبيت أهلك، أنا خايف على اللي ببطنك هون، كني ببيتك أحسن شي. فهمتي؟ جاوبيني. ما بدي أولاد عندكم وما بدي أسكن هون معكم. ليكي أمي، قومي قومي معي. شلون وقعتي وانتي قاعدة على الصوفاية؟ بدي أفهم. لك أنا شو بيعرفني؟ غيمت الدنيا بوشي، عمي عيوني شفت عتمي كأنه غطنت. روحي لجوا وجيبي مي. ابني شو كانت عم تقول؟ وبشو وشوشتك؟ قال ما بدها تولد هون. شو؟ كله من أمها هالحرباية. قلت لك لا تخليها تروح، لك عبت براسها وبعتتها. ابني هدول أكيد بدهم يفرقونا، لا ترد على حكي حبيبي. طيب اتسطحي أمي. كيفك هلا؟ امي انت متاكده عمو كريم ما بيجرأ يعمل هيك شي بنوب؟ بعدين ليش ليعمل هالعمله؟ عن جد فاجأتيني، شو عم بيصير؟ هاي عادته لكريم من زمان، دايما متهور وكتيره طموحاته. بظن ماجد ما معه خبر باللي عمله، كان زعلان كتير على أبوه بالمشفى، لو بس تشوفي حالته بيقطع القلب. نيفين اسمعي كلامي وطالعي من راسك وشوفي حياتك. خلص ماجد وعيلته انتهوا، ما راح تقوم لهم قايمة، وبظن أنا أكيد هلأ صار الوقت لتستلمي بنفسك إدارة الشركة وبدون أي منافس، ولازم تستغلي الفرصة منيح، فهمتي؟ لو تركنا الإدارة بإيد أبوك بيخسرنا كل شيء. نيفين لهلأ ما فهمتي مبين، مو فيني المشكلة فيكي. ماجد ما بده ياكي بنوب، لو بتتعودي على هالشعور بترحمي حالك. ماشي؟ مع قلبه شر. بنتي انت سمعتي شو عم قول نيفين؟ مستحيل هالقصة تنحل بهالسهولة هي، في أمور لازم تنحل بيني وبين ناريمان بالأول. نحن اجينا.
بس تشوفي لا تحاولي التعبيه وخليه قد ما فيك يرتاح. رح اعمل كل شي بيطلع بايدي. ان شاء الله رح يتحسن. عمر اوغلي يرجى التوجه الى قسم الاعصاب. لو سمحتي عم بسأل عن كريم بيك، بدي اعرف رقم الاوضه اللي قاعد فيها. ما تخافي مدام، انتظري دقيقه. لا لا ما فيك تشوفي. أريج خانم، أنا بالحقيقة ضروري لازم إني... تمشي من هون فوراً، وما تحاولي ترجعي تشوفي أبداً. شكراً إلك هاجر. صحتين وهنا. نور وينها؟ بأوضتها قاعدة عم تدرس فايزة خانم. يعني قدرتوا تحلوا خلافاتكن أمي؟ نحن بالنهاية لو شو ما صار عيلة واحدة، وما رح نفترق عن بعض بنوب، صح سليم؟ حلو كتير، أنا هيك اطمنت. ما دام إنه رجعنا عيلة واحدة رغم الظروف اللي مرت، بنحل الموضوع اللي هو أهم. عم بتسأل شو رح يصير؟ ماشي، أنا رح أقلكن شو رح يصير. إذا بالإعلام ذاعوا هالأخبار، تأكدوا إنه هالشركة ما رح يكون لها وجود بعد هلأ، وما رح تبقى لنا أي مصداقية بالسوق، وكل الشركات رح تلغي اتفاقياتها معنا، وبنفقد زبايننا بالسوق. وطبعاً الإعلام ما رح يوقف، وكل يوم رح يزودوا شغلة على هاي الفضيحة اللي صارت. ولأنه أنا يلي بمثل واجهة الشركة وأنا المديرة الفعلية هلأ، مو ممكن خليكم تعملوا هالشي بكريم. إذا متوقع سامح كريم، انسي. إني كمل مع شريك غشني ونصب علي مستحيل. يا ريت تشرح لي بابا شو وجهة نظرك. فهمنا إنك متضايق منه لأنه غشك وحابب تنتقم منه، وبعدين شركتنا مصلحتها ما بتهمك؟ إذا كانت كلمتي إلى قيمة عندك ما بتساوي هالشي أبداً بابا. نيفين، انت بشو عم تفكري؟ انا فكر انه نتزوج انا وماجد هلا. وما بدي منكم تضغطوا على حدا منهم وتركوا الشركه تبينوا كانه امورها تمام وماشيه مثل الاول. وهالزواج بيحسن صورتنا قدام العالم، واكيد بنستعيد ثقه العالم بالسوق. بس نحن مو مجبورين نساوي هالشي. بتحبي ماجد؟ ليش ما عم تردي؟ قولي. بلا يا بابا، أنا بحبه. مرحبا. سلام. كيف الأخبار؟ شلون الشغل؟ عادي، ليش السؤال؟ لك أنا كنت بدي أطلب منك بركي هيك بنطلع شي مشوار المساء. ها؟ ليش؟ شو السؤال؟ حابب شوفك صعبة؟ جهاد، شو هاد؟ بلالك هالأوهام يلي براسك، ما تحلم. ليلى أنت عم تمزحي؟ ها؟ احكي وليه؟ شوي بتبيني لي إنك حاببتيني، وأوقات بحسك بدك تفعيني. ليك شوف، لا ترفع صوتك وانت عم تاخذ وتعطي معي. أوامرك يا خانم. وشو كمان؟ لا تتمسخر، الحق اللي حاطط عقله بعقلك. ليك شبهها هاي، الله يشفي لي ياكي.
ناريمان، شكلك ما رحتي على المرسم. لا. لأنه بالعادة ما بتلحقي العشاء هون. منيح اللي موجودين كلكم، أول مرة نجتمع كلياتنا ونتعشى مع بعض. رح أفتح الباب. عدي محلك، أنت افتحي الباب. مرحبا، صحتين على قلبكم. بتصدقي من شوي بدي اسألكم مين اللي ناقص على الطاولة؟ أتاريا فخرية؟ لا. طمني حبيبتي، أنا أكلت قبل ما أجي لهون. إن شاء الله صحة وهنا. غريبة، كيف عملتيها؟ بس بيني وبينك الواحد لما يكون فاضي وما عنده لا شغلة ولا عملة شو بده يساوي؟ أنت معك حق. ما دريتي انتي لك ليلى؟ لا تقلقي، من اليوم وطالع ما رح تشوفيني كتير لأني صرت موظفة مثلي. هالحكي عن جد؟ بشتغل أنا وعاصي عنده بمدرسته. شو؟ وشو هالشغل بقى؟ أنا مساعدته الشخصية، روحي. حلو، ألف مبروك حبيبتي. مبروك فخرية. ناريمان، بعد ما تخلصي عشاكي منروح سوا على المدرسة ورح تشوفي مكتبي. ما بتروح معك لأي محل. ليش بقى عمو فايز؟ لأن كتير زودتها، هلأ خففوا لي هالروحات والجيات مع بعض. وإذا أنت شاركتيها بالكذب وساعدتيها رح تكوني وقتها أنت المسؤولة. إذا مفهومك للصداقة إنك تكذبي وتلفي وتدوري وتتستري على هالعمايل بتكوني غلطانة. عمو فايز، صحة عقلبكن. مفكرة حالك إنه نفتي؟ أخي معه حق بالحكي اللي عم بيقوله. بابا، سامع شو عم قول؟ سمعان ماجد، عمر الشقي بقي ابني. صحتك رح تتحسن ماجد. اللي الشركة شو أخبارها؟ بابا صحتك هلأ أهم من كل شيء، مو وقت الشركة هلأ، انسالي إياها. معقول؟ من غير شيء أنا حاسس بالعجز لأني مو قدران ساعدك ولا خليك الطيب. بابا حاول تهتم لي بصحتك شوي وبسرعة يلا قوم من هالتخت. متذكر لما وقعت من اليخت لما كنت صغير؟ هالشي أبداً ما بينتسى، أنا متذكرته. لما رميت حالك بالبحر وراي، أنت متذكر شو قلت لي وقتها؟ قلت لك حبيبي موتني من الرعب عليك. بابا موتني من الخوف. ولا يهمك، ما بخليك توقع أبدا ماجد. ماجد.
تتأخري عيريني تليفونك. شو؟ اوعى تقولي لي عمو فايز كمان اخذ لك موبايلك. بتعرفي اذا ابوكي بيعرف اني اعطيتك الموبايل تبعي رح يشخطني على البلوعه دغري. كله بيهون كرمال الحب. خدي واحكي. لولاكي ما بعرف شو بساوي. الو الو ماجد، انا نريمان، انا تليفوني منزوع وعم حاكيك من موبايل فخريه. كيف ابوك هلا؟ والله ضل بالي عنده. منيح اطمني، بس موتنا من الخوف. انشغل بالي عليكي لانه اتصلت كذا مره وما رديتي علي. هلا لا اجت فخريه لعندي وهلا قدرت اتصل. نريمان انت وشك حلو علي كثير، بتعرفي بابا فاق من هون وانت فورا اتصلتي. حلو، فرحتني. مو أبوك بس اللي تحسن، أنت التاني متحسن صوتك. معك حق، المفروض كان يومنا مختلف، بس اللي صار خربط مزاجنا. صبور، فكر بأبوك وبأمته بالسلامة، معنا وقت كتير حنساوي كل شي. هيك قلتك؟ شو رأيك ببكرة؟ عن جد بكرة؟ ولي رح يقيمي قيامتكم. لا حبيبي بكرة صعب، شو رأيك تخليني أنا حدد اليوم؟ تكرمي، موافق. لك ماجد، لحتى أشتري لحالي تليفون جديد بحاكيك من رقم هالموبايل. مثل ما بدك. تمام، بشوفك. ليش بيتصرف هيك؟ ما عم بفهمه. لك انت شو اللي ما عم تفهميه؟ الزلمة جن جنونه وقدري انه بتحبه. يعني هو شو دخله اذا حبوا بعضهم؟ بعدين ماجد ناوي يخطبها عن جد، ليش حتى يوقف بطريق سعادتها؟ اخي بتحب اعمل لك فنجان قهوة؟ نوران قولي لليلى لا تلعب بعقلنا. ريمان هالقصة بيني وبين بنتي هي ما تحشر حالها، مفهوم؟ لا تاكل هم، أنا بفهمها بس أنت روق. أنا ما عم بفهمك، مفكرة إذا تزوجتي أنت وماجد رح تكوني سعيدة معه؟ ليش هالسؤال؟ لأنه هو مانو ماجد اللي بتحبيه. بقصد انتي بتعرفي منيح انه صار في وحده تانية بحياته. زواجكم ما رح يكون سعيد. بس انا هلا مو همي سعاده نور. مزبوط، لانه كل اللي شاغلك انه تنتقمي من ماجد وناريمان وبس، وانتي هيك بتكوني غلطانه. ليكي حياتي، وفري نصايحك لحالك، انا ما بحاجتها. شوفي ركزي مع جواد لانه معجب فيكي ومغرم، وديري بالك حبيبتي جواد كمان ما بيفرق عن ماجد بنوب. يعني جواد كمان ممكن تطبقه بنت فقيرة من شي حارة من هالحارات الزفت ويتركك، وبوقتها رح تكوني مثلي. أهلا وسهلا، رجعتي؟ آسيا مشتهية أكل برك، قومي اعملي لي. ما تنسي تساوي جاتو كمان. ها لحظة، واغسلي الجليات منيح بعد ما تخلصي، الكاسات صايرة ريحتهم زنخة من وقت قعدت بالبيت مشي من وسخه. ما تنسي إنها حامل،
خفي عنا شوي ولا تعامليها هيك. حاولت كتير انه فهمها الحكي بابا، وهي ولا كأنه هون ما عم ترد علي لك شوي شوي. لك صاير رجال والله، كلنا حبلنا وجبنا أولاد بس ما ضلينا لافين إجر على إجر طول النهار مثل هالخانو. لك خلصنا خلصنا يا، ما رح يصير لأي شي. كمال حكيت لأبوك ولا لسه؟ شو بده يحكي لي؟ قال بدهم يطلعوا يعيشوا ببيت لحالهم، العيشة عنا مو عاجبتهم. صحيح الحكي كمال؟ ابني انت قديش بتطالق لحتى تطلع وتعيش ببيت لحالك؟ قيم هالفكرة من راسك. قال بده يطلع من البيت. قال كريم إن شاء الله تقوم بالسلامة. مع قلبك شر. شكراً لكم. الله يسلمكم. ما بتتخيلوا أول ما درينا شو زعلنا، رغم كل اللي صار بيننا، بس صداقتنا فوق كل شيء. مو هيك سليم حبيبي؟ لو سمحتوا، الدكتور قال ما لازم يتوتر، خلينا نترك الغرفة. أنا ما كان بودي يصير هيك. هلأ باقي لنا كم طاولة؟ ما ضل. اليوم دبرت لك شغل مع كذا مطرب. عم تحكي جد؟ وكل هالشي امتى لحقتي تعملي؟ صحيح الشغل كان كتير، بس مستقبلك أهم من الشغل هون طبعاً. مشكورة، بس كمان اوعي تنسي إنه هالمعهد حلمنا سوا. كل ألحانك حلوة، في شيء مختلف كتير. ايه قصدك تقولي شقة وتعتير. شوف شغلك وبطل تتنصت علينا. حاضر. الموهبة اللي عندك ما عند حدا. صحيح عنا هون في ملحنين موهوبين، بس أنا بحياتي ما سمعت موسيقى معبرة مثل الألحان اللي بتعملهم. بحسها طالعة من قلبك، لهيك هي عم تلامسني. يسلموا، ثقتك فيني عم تدعمني كتير رؤية. رح تحقق شهرة كبيرة بالوسط الفني، هالشي رح يساوي دعاية للمعهد تبعنا ويجي يسجلوا. تعرفي؟ عملت هالمعهد كرمال أمي، لما قلها رح صير أستاذ بتفرح، ما بهم الشهرة ولا غيره. المهم إني خلص دراستي بالجامعة وصير أستاذ محترم وبس. ما حق أمك، أصلاً أنت مقدم على الدكتوراه وبالأول لازم تخلصها. صايرة عم تحكي مثل أمي، زهرة سلطان خانم رح تحبك كتير. أوف منك يا ليلى، أوف. أوكي. شبك؟ الله ستر، ضربتني الكهرباء. شبها اللمبة؟ منصب. إيه الحمد لله. ما كان في داعي أبداً تيجوا لهون، الدكتور منبه علينا ما نعرضه لأي انفعال. منيح الأزمة عدت وقام بالسلامة، بس هالشي ما بيعني إنه رح سامحه على اللي عمله، ومع هيك ما بدي حدا يدرى بالموضوع، لأنه لو وصل الخبر للإعلام رح نخسر سمعتنا بالسوق، وأسهم الشركة رح تنزل ورح تفقد قيمتها.
انتو بالنتيجة بتكونوا مديونين إلنا. هلأ مو وقته أبداً لهالحكي سليم. نحن عم نسابق الزمن. خيانة زوجك ما تركت لي مجال لفكر بمسامحته، ولازم كريم يصلح غلطه. ما في قدامكن إلا تنفذوا كل اللي رح نطلبه منكن لحتى نحل القصة. طيب شو مشان الدعوة اللي انتو رفعتوها؟ تنحل، بس لازم نتفق بالأول وكل شي بينحل. شلون؟ رح أنسى كل شي، بس بشرط واحد ضروري تنفذه: ماجد ونيفين يتزوجوا.